كتعاني ليا من القولون العصبي، من بومزوي، من انتفاخات، من الالم في البطن ديالك. اليوم جبت ليك احسن حاجه يا البنات، احسن مليون مره من الادويه هبه ربانيه، واللي هما اوراق الزيتون لعلاج القولون العصبي. وصفه زوينه بسيطه رخيصه، مشروب غزال يا البنات كيحمق. وهاد الدواء هذا كما كنقولوا ديال عطاتو ليا امراه مسنه كبيره في العمر، كما كنقولوا حنا مديو جايبه في اليم ديال بصح، شاركته معايا وقالت لي راه اوراق الزيتون كيعالجوا هذا المشكل ديال القولون العصبي. وكنت انا جد سعيده بطبيعه الحال فرحانه، لانه لا غوسيت كانت بسيطه، يعني ما غتكلف منك حتى شي حاجه، وصفه سهله. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم في هاد لا فيديو لا غوسيت ديال اوراق الزيتون، وفي الاخر لا فيديو نشارك معكم الوصفه ديال الجده ديالي لعلاج انتفاخ البطن، لانه حتى هي البنات كتعاني من انتفاخ البطن. الله يحسن العون. انتفاخ البطن اولا القولون العصبي، اين فوا تيكون فينا في البطن ديالنا راه ما تيخلينا نرتاحوا لا بالليل لا بنهار، كل نهار عندنا مشكل، كل نهار كنعانوا، كل نهار كنزيدوا نعانوا، كنزيدوا نتالموا للاسف. ف وهذا القولون العصبي البنات راه ما تيكونش غير عند النساء ولا غير عند الرجال ولا غير عند البنيتات الصغار، راه تيكون عند النساء ورجال. فقلت علاش لما نشاركش معكم هاد لاغوسيط البسيطه، سهله رخيصه، مهله كما كنقولوا، كتقام عليك بصفر درهم الا عندك هاد المكون بطبيعه الحال اللي موجود، حتى وان ما عندكش راه عطا الله تبارك الله شجر موجود عندنا في المغرب. كتاخدي انت غير الوريقات ديال الزيتون، يعني ما غتاخديش الزيتون، غتاخدي غير الوريقات ديالو باش تداوي بهم هاد المشكل هذا. ونتمنى البنات باش ديو الاجر العظيم تشاركوا هاد لاغاسيط مع جميع البنات اللي كتعرفوا او لجميع الاشخاص اللي كتعرفوا سواء النساء ولا الرجال، باش هكذا كلشي يستافد، لانه فحال هاد الهميزات هادو ما نبغيوش غير حنا اللي نستافدوا منهم وغير حنا اللي نديو الاستفاده والمعلومه وناس واحد اخرين لا. القولون العصبي كيعانوا منه اغلبيه الناس، لما خفتش نقول كلشي، اغلبيه الناس نساء رجال وحتى وليدات صغار. فالله يعطيكم الصحه البنات، جربوا لي هذه الوصفه سواء اللي باوراق الزيتون ولا اللي غنعطيكم في الاخر لا فيديو، غتكون بالاعشاب الطبيعيه كما قلت لكم، هي ديال الجده ديالي شاركتها معايا وقلت علاش لا ما ندخلهاش لكم في نفس لا فيديو. ونتمنى هذا لا فيديو ينال الاستحسان ديالكم وينال الاعجاب ديالكم. وبليز غزالاتي نتوما اللي كتشوفوا فيا دابا ما تنساوناش من لي لايك ديالكم، حاولوا تفجروا هذا لا فيديو باللايكات، اشتركوا في القناه مرحبا بكم، فعلوا زر الجرس، خليوا لينا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، شنو تبغيو تشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات المقبله ولا الفيديوهات الماجيه، وشنو هما المواضيع، شنو هما لي سيجي اللي تبغوني نتكلم فيهم، اي سيجي واي موضوع تبغوني نتكلم فيه فانا راه الاشاره. وعلى بركه الله البنات نمشيو باش نتعرفوا على المكونات ديال الوصفه مع الطريقه ديال التحضير والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال بطبيعه الحال. المهم اول حاجه غادي نحتاجوها البنات هما هاد الاوراق ديال الزيتون، ها هما البنات كيفاش كيجيو نوريهم لكم، اوراق الزيتون هكذا، هذا هو الشكل ديالهم، ها هما معروفين تبارك الله، المنافع ديال اوراق الزيتون كثيره ومتعدده. وغنحتاجو واحد الكاسرول، هذه الوصفه الاولى، هادشي اللي كنحتاجو فيها فقط. المهم دابا غناخذو الوريقات الزيتون يكونوا مغسولين بطبيعه الحال جيدا، تعاوديهم في الغسيل تقريبا واحد ثلاثه المرات ولا اربعه باش هكذا تاكدي من انه داك التراب ما بقاش فيهم. المهم انا غنوضع الكميه يعني اللي بغيت، ممكن تقلل اللي تكثري، هنا كيبقى لكم الاختيار، يعني الكميه كتبقى اختياريه على حسب كل وحده فينا شحال بغات، وشويه اولا بزاف. انتما انا غنكتفي غير بهذه الكميه، غتاخدي لي كاس ديال الماء يكون كبير توضعي في الكاسرول، من بعد غادي تغلي هاد المقادير هاد اوراق الزيتون مع هاد الماء هذا تقريبا المده ديال 15 دقيقه، ما تفوتيهاش، غيبان لك اللون تغير وصافي. من بعد غادي نطبق معكم لاغوسيط بالصحه والراحه، نوريكم الطريقه ديال الشرب ديالها وكيفاش ان شاء الله تناولوها سواء الكبار او الصغار. هانتوما البنات خديت الوريقه ديال الزيتون درناهم في الماء ودعنا الكاسرول فوق نار مهيله، وكنبقاو كل مره وساعه نحركو. دوك الاوراق ديال الزيتون في الماء،
كنحاولوا البنات نحركوا باش هذوك الاوراقات ديال الزيتون يطلقوا لينا الفعاليه في هذاك الماء. الماء هنايا البنات راه غلى مزيان، فكنخليوه يبرد ومباشره كندوزو باش نصفيه. وهذا هو الشكل النهائي. دابا غندوزو مباشره البنات باش نصفيو المحلول على بركه الله. بسم الله. بالنسبه لي انا ما خليتهاش مده طويله، فاللون ديالها ما جانيش اصفر غامق، جا كما كنقولوا غير باهت شويه. نتوما البنات من الاحسن تخليوها واحد المده طويله، تقريبا كما قلنا 15، انا خليتها اقل 15 دقيقه كافيه باش يولي لكم اللون ديالها اصفر وما يبقاش بهذا اللون العادي، باش هكذا الفعاليه ديالها تكون كبيره بزاف. المهم البنات دابا غتاخدي معايا كميه ديال العسل، سواء العسل الحر او لا عسل السكر، فاللي توفر عندك استخدمي. انا البنات غندير غير العسل العادي لانه ميمكنش تشربي اوراق الزيتون مع الماء بوحديتها، ضروري ما كتعسلي او تنسمي او تحلي المشروب ديالك. ها نتوما بمعلقه ديال السكر ديال العسل عفوا. وبالصحه والراحه كتشربي ليا المشروب في الصباح. انا البنات كنقول في الصباح لانه مع الصباح تتكون الفعاليه كبيره بخصوص هذا المشروب لعلاج القولون العصبي. ما قدرتيش فممكن تناوليه في الليل او في العشيه او في اي وقت بغيتي، ولكن من الاحسن او يستحسن او يفضل كذلك شربه في الصباح الباكر سواء قبل الافطار او بعد الافطار. الناس يقول لي شحال المده؟ تقريبا اسبوع البنات، يعني سبع ايام ديال سبع ديال الايام كما قالت لي متتاليه ومتكرره، ماشي تشربيه نهار وتغيبي عليه اسبوع وتعاوديه حتى ما يعطيكش نتيجه اللي هي مرضيه. حنا بينا نعالجوا هذا القولون بشكل نهائي، لانه هذا القولون راه ماشي شي حاجه سهله، راه كاين اللي كتمشي عند الطبيب كل شهر غير باش تداوي، وغير المشكل ماشي كيداوى من الاصل، يعني كتجيبي ادويه كتشريهم وكتهدني بهم هذا المشكل هذا، من بعد واحد الشهر كيتزاد ثاني المشكل، كتعاودي ثاني تمشي عند الطبيب، زائد انك تعاودي تشري ثاني ادويه وحدين اخرين، يعني كل كتبقي في هذه القوقعه ديال زياره الطبيب شراء الادويه. طبيعة الحال انفاق مبالغ كبيره كل شهر على هذا المشكل هذا. حنا بغينا نعالجوه بالاشياء الطبيعيه التقليديه بخير بلادنا الحمد لله ومع التجربه، هادشي اللي كاين ودائما الدليل والبرهان. دابا غندوز باش نبارطاجي معاكم لا غوسيت الثانيه اللي غتكون بالاعشاب. هذه البنات بالوريقه ديال الزيتون غير بوحديتها كافيه، ولكن كاين بعض البنات يقولوا لي حنا مثلا ما بغيناش هذه النوعيه ديال المشروب اللي هما بوراق الزيتون، بغينا شي حاجه بالاعشاب المغربيه اولا بالاعشاب بصفه عامه. فهادشي اللي غادي ندير معاكم، غنشارك معكم وصفه الجده ديالي لعلاج القولون العصبي. فبالنسبه للاعشاب غادي نحتاجو تقريبا ثلاثه ديال الاعشاب، واللي هما الكمون الصوفي، انا نوريه لكم بعدا باش يبان لكم اكثر. ها هو البنات الكمون الصوفي كيجي بهذا الشكل هذا. قولوا لينا في الدول العربيه شنو كتسموه، انا ما عرفت شنو كيتسمى في الدول الاخرى، ولكن في المغرب كنعرفوه بالكمون الصوفي. غنحتاج ياسون او نجمه الارض حتى هي غنوريها لكم، ريحتها غزاليه يا البنات، ريحتها ريحه فليو كتحمق وزوينه كما قالت لي الجده ديالي الله يحفظها ليا، قالت لي مفيده بزاف بزاف لهذا المشكل هذا. انا غنوريكم الشكل ديال هاد النجمات كيفاش كيجي، او ما يعرف باليانسون حتى هي البنات، اللي عندكم اسماء اخرى خليوها لنا في التعاليق. المهم هكذا كيجي الشكل ديالها، هانتوما هذه هي اليانسون او نجمه الارض. وثالث مكون غتحتاجيه معايا هو البابونج او ما يعرف بزهره البابونج، هذا هو الشكل ديال هاد الزهره هذه، وهذا الشيء اللي كاين فواحد الاناء يكون سخون. غادي توضعي كميه ديال نجمه الارض، وغتوضعي كميه من الكمون الصوفي، وكميه من زهره البابونج، كتاخدي واحد المعلقه وتحركي هاد المقادير كامله مزيان مزيان في هاد
الكاس هذا ولا في هذا الكوب هذا، هانتوما كتحركوه مزيان. علاش؟ باش هذوك المقادير كاملين ينزلوا لتحت وبالتالي يطلقوا الفعاليه ديالهم. من بعد البنات ما كتمر تقريبا واحد 15 دقيقه كتغطيه، اولا ساعه او ساعتين، اولا ممكن تخليه بات كليله كامله على حسب الوقت اللي بغيتي. المهم غير من ربع ساعه الى ما فوق، يعني ماشي كما كنقولوا حنايا تديريه دابا وتشربيه، لا، من الاحسن باش يطلق لك الفعاليه ديالو على احسن ما يرام. ومن بعد ما كيمر كتمر 15 دقيقه كما قلنا على الاقل، غادي ندوزو مباشره باش نصفيوه ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وعلى بركه الله البنات غادي نصفيو هذا المشروب هذا. نصفي كل شيء غير شويه. هذا هو المشروب اللي كتشربي، وكذلك البنات كيمشي عليه نفس الشيء، كتوضعي ليه تحليه الا بغيتي. ها هي ديري ملعقه من العسل وبالصحه والراحه. هذا هو المشروب الزويل الاقتصادي اللي غادي يعالج ليك كما قلنا هاد المشكل ديال القولون العصبي. فهاد لا فيديو هذا استفدتي من جوج ديال المشروبات، مشروب بريق هاد الزيتون ومشروب بالاعشاب الطبيعيه، فيه البابونج، فيه اليانسون او لما يسمى او ما يعرف بنجمه الارض، وفيه العشبه الرائعه او لا كما كنقولوا ليه حنا الكمون الصوفي، يعني حتى هو زوين. الا ما عندكش الكمون الصوفي ديري الكمون حبوب، حتى لا عندك النافع او اليانسون حتى هو ديريه في هاد الوصفه هذه، حتى هو زوين. المهم بالصحه والراحه، هذا هو المشروب ديال اليوم. نتمنى لا فيديو عجبكم، نال الاستحسان ديالكم، وما تبخلوش علينا غزاله ديالي بلا لايك. حاولوا تفجروا هذا لا فيديو ماكسيموم بلا لايك باش هكذا ان شاء الله نزيد نشجع نقدم لكم بزاف ديال لي فيديو زوينين. اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله في وصفات عن قريب وفي هميزات اخرى. الى اللقاء.